بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، هنحل ان شاء الله مع بعض في الفيديو ده الاكسرسايز اللي على الرايتنج، سواء على الرايتنج او على الباراجراف، على الباراجراف خصوصا يعني، والايساي والايميل، الثلاث عناصر دول هنبدا نحل عليهم. كل سؤال عايزك تحله معايا، عايزك تفهمه الاول ثم تحفظ الفكره ثانيا. في الرايتنج ده تحديدا بقول لك احفظ وانا قلبي جامد كده، بس احفظ بعد ما تفهم عشان لو غيرت صيغه السؤال ما يبقاش مشكله. اول واحد بيقول لك what is the first sentence of a paragraph called. هنقول سريعا كده اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. انا قدامي يا مستر ده عباره عن باراجراف، المكتوب قدامي الباراجراف، تمام. اي باراجراف بيتكون من ثلاث عناصر. العنصر الاولاني يا شباب اللي هو التوبيك سنتنس، العنصر الثاني اللي هو سبورتنج سنتنسز، العنصر الثالث اللي هو الكونكلوجن. حلو، بيسالك ايه العنصر او ايه الجمله الاولانيه اللي في الباراجراف بنسميها التوبيك سنتنس. فين هي بقى؟ ذا توبيك سنتنس رقم بي. What is a paragraph؟ الباراجراف عبارة عن إيه يا عم؟ ده يا مستر عبارة عن مقال الأول، المقال ده عبارة عن باراجراف وباراجراف تاني وباراجراف تالت وباراجراف رابع وخامس وسابع. متفقين إن ده باراجراف وباراجراف وباراجراف، هما التلاتة كونوا مع بعض إيساي. فالإيساي عبارة عن a set of paragraphs. طب الباراجراف نفسه عبارة عن إيه؟ مجموعة من الجمل. فلما يسألك ويقول لك what's a paragraph؟ هتقول له بقى a series أو a set of sentences. طيب يبقى series of sentences that talk about various subjects. لا غلط غلط غلط، ركز معايا. الباراجراف عباره عن مجموعه جمل بيتكلموا عن نفس الفكره، يبقى دي غلط لان هو قال لك هنا various. لكن لو قال لك certain او specific او one subject مثلا كنا قلنا ماشي. made up of only one sentence، بتكون من جمله واحده، مفيش باراجراف بتكون من جمله واحده، لو هو واحده بس يبقى اسمه جمله مش وليس باراجراف. A series of sentences سلسله من الجمل. that talk about a specific subject بيتكلم عن موضوع معين، صح. A series of paragraphs سلسلة باراجرافات بيتكلم عن الفكرة واحدة، اسمه ايه ده؟ ده تعريف الـ ESA. طيب تالتة، when do you use supporting details or supporting sentences؟ هو انت امتى بتستخدم الـ supporting details او الـ supporting sentences؟ بنستخدمه امتى؟ طيب ركز معايا، وانا بكتب باراجراف انا بكتب topic sentence وبعدين supporting وبعدين conclusion. يعني معنى كده ان الـ supporting دي بتيجي بعد topic وقبل conclusion. ما تيجي نشوف كده السؤال بيقول لك ايه في اختياراته. بقول لك never use these in paragraph، عمرك ما تستخدم supporting sentences في paragraph خالص. لا يبقى انت كده بعت رساله غراميه. before the first sentence adds introduction، قبل الجمله الاولى اللي في المقدمه برضو لا. اللي الجمله الاولانيه في المقدمه اسمها topic sentence، احنا بنكتب supporting بعدها مش قبلها. after the topic sentence، قال topic يا عم، هي جت after the topic sentence ماشي. and before the closing sentence، وادي closing sentence هي قبلها، تمام، يبقى رقم C اللي صح. طب ليه ما نقولش after the last sentence؟ يعني بعد الجملة الأخيرة اللي هي الكونكلوجن؟ لا، supporting في النص. احفظ الجدول ده كده، topic sentence support. خمسة، how many topics should a paragraph have؟ بص يا سيدي، في موضوع how many ده نخلص منه مرة واحدة. ده عبارة عن إيه زي ما قلنا قبل كده؟ عبارة عن مقال، paragraph وparagraph وparagraph وهكذا. بص ركز معايا، كم عدد الجمل في كل paragraph مش محددة، بس على الأقل تكون ثلاثة. اللي هم مين؟ اللي هم topic sentence supporting conclusion، مش محددين بس على الأقل ثلاثة. طب كم باراجراف؟ مش محددين بس على الاقل ثلاث باراجرافات في المقال، اللي هم الاولاني اسمه introduction والثاني اسمه بدي والثالث اسمه conclusion. يعني مش محددين لكن على الاقل ثلاثه. طيب هنا بقول لك كم عدد الافكار اللي في كل باراجراف؟ انت عارف ان كل باراجراف بيغطي فكره واحده فقط. طيب هنا بقى بقول لك كم عدد التوبكس يا ترى المفروض 1؟ طيب انا عايز افهم دي، افهمها ازاي؟ بص يا سيدي، انا اعتقد او اتوقع مثلا، تعالى نكتب مثلا عن مشاكل الشباب. مشاكل الشباب دي الباراجراف اللي انا عايز اكتبه عن مشاكل الشباب، في كلمه مشاكل الشباب دي هي السيسز. حلو، هتظهر مره في المقدمه. طب هتكتب ايه بالظبط عن مشاكل الشباب؟ هكتب عن مشكله البطاله مثلا، ومشكله الادمان، ومشكله فرص، مشكله البطاله والادمان، ومشكله الحياه، الحياه الكريمه يعني. يبقى انت هتكتب عن ثلاث موضوعات، كل واحد من دول اسمه توبك سنتنس. طب ده معناه اني عندي كام باراجراف؟ انا عندي ثلاث افكار، يعني كام باراجراف؟ خمس باراجرافات. طب ليه؟ واحد مقدمة واحد خاتمة، وكل واحدة من دول في باراجراف، يعني كده عندي خمس باراجرافات. طيب الباراجراف ده هو الأولاني أو الثاني أو الثالث بيحكي عن كام فكرة؟ فكرة واحدة. ده بيحكي عن مشكلة الإدمان، وده بيحكي عن مشكلة البطالة، وده بيحكي عن الحياة. فكل باراجراف بيحكي عن فكرة واحدة. وان طيب الجملة اللي بعد كده بيقول لك what is smooth and logical flow of sentences in a paragraph called. بص ركز معايا كده، كلمة smooth وكلمة logical flow، الكلمتين دول بنحتاجهم كتير وهنستخدمهم أكتر من اللازم. افهم مني كده الكلمتين دول كويس بالراحة، أنت أكيد سمعتهم في فيديو الشرح بس اسمعهم تاني مني. يوني واحدة
يعني الموضوع يكون واحد. emphasis اللي هو الأهمية، مقصود بالأهمية يعني إيه؟ إنك أنت تكتب الموضوعات وترتبها وفقا لأهميتها. أنا عايز أكتب 5 أفكار، ببدأ أكتب الفكرة الأولى وبعدين الثانية وبعدين الثالثة وبعدين الرابعة. مين بيحطها في الأول؟ الفكرة الأكثر أهمية، دي اسمها emphasis. coherence بقى دي معناها الاتساق الداخلي. يعني إيه اتساق داخلي؟ يعني الكلام يكون لايق على بعضه كده ومنظم بشكل منطقي ومفهوم، وتكون الكلمات مكتوبه ما يحسسش القارئ انه انتقل من فكره لفكره. طبعا انكوهيرنس ده عكسها، فلما تسمع كلمه سموز ولوجيكال فلو وكلمه نو سادن جامبس، الكلام ده كله لما تسمعه وكلمه ستيك توجذر اعرف انه بيتكلم عن الكوهيرنس. الجمله دي لو مش فاهمها لازم تسمع فيديو الشرح. which of the following would be the best topic for an argument باراجراف. الارجيومنت باراجراف معناها الباراجراف الجدلي، ان انت بتقول الحاجه دي كويسه بس الحاجه الثانيه دي افضل منها، اصل دي كان معناها كذا لكن دي بكذا. مين في دول تعبر لك على جدال زي ده كده؟ جرين از ماي فيفرت كلر، اللون الاخضر لوني المفضل. ده انت بتوصف وور اند وور كان ليد تو ماني ديث، يعني الحرب وتؤدي الى وفيات كثيره. ده كده انت بتحكي لي عن اثر للحروب وكده، فده اسمه افكت او ريزن اند افكت او كوز اند افكت. ذا نيو لو ووز وايز decision، دي صح. طب ليه؟ انت بتقول القانون الجديد كان قانون حكيم بس القديم كان وحش، لان القانون القديم كان معرفش يعمل ايه على عكس القانون الجديد. فانت بتعمل كده جدال، بتجادل نفسك، يعني بتعمل فكرتين وتقارنهم ببعض، فديت كده فعلا بتمثيل ايجابي. which paragraph tells the story، ايه الباراجراف اللي بيحكي قصه؟ اكيد الباراجراف الروائي اللي هو اسمه ناريتيف، وانت اكيد سمعت الكلام ده في الشرح. ناريتيف باراجراف. how should the topic sentence of a paragraph be؟ قبل ما احل الجمله دي ركز معايا. التوبك سنتنس اللي في الباراجراف، انا عندي مثلا الباراجراف ده بيحكي عن مشكله المياه، خلاص؟ فهتلاقي كده كاتب لك ووتر بروبلم، دي مشكله المياه. التوبك سنتنس بتاعت الباراجراف ده المفروض تكون واسعه بحيث تغطي الفكره نفسها، لكنها مش واسعه على الاطلاق، يعني مش واسعه خالص على البحر كده وخلاص. يعني مثلا اول اختيار انا بقول لك as broad and general as possible، نوسع الفكره قدر المستطاع. يعني ايه نوسعها؟ يعني على سبيل المثال انا بتكلم عن مشكله المياه في مصر. مصر ما ينفعش يكون العنوان مشكله المياه، انت كده موضوع واسع. انت لو دي مشكله المياه فانا متوقع انك تحكي لي عن مشكله المياه في مصر والهند والسودان وفي كل الدول، لكن لما تقول لي مشكله المياه في مصر يبقى انت كده خليت الموضوع مش واسع. طيب فهو كده اقل عموميه. always about science، الموضوع لازم يكون عن العلوم، لا ممكن يكون عن اي موضوع. broad enough to explicate with ذا توبيك، انها تكون التوبيك سنتنس يكون واسع بحيث يغطي ويشرح التوبكس الموجوده في الموضوع، او رقم سي اللي صح. هاو ماني سنتنسز شود بي ذير تو فورم ا باراجراف، الجمل اللي المفروض تبقى موجوده في باراجراف. اي باراجراف لازم يكون فيه رقم 1 توبيك سنتنس، رقم 2 سبورتنج سنتنس، رقم 3 يكون فيه كونكلوجن. لازم الثلاث عناصر دول. تعال نشوف كده. تو سنتنسز ار انف فور بينج كولد، جملتين يكونوا كفايه؟ لا، لازم على الاقل 3 عناصر. At least 3 sentences must be there. سيب دي للآخر. At least 5 sentences are required for a paragraph. It doesn't really matter how many. وهي دي الإجابة زي ما اتفقنا. طيب أمال أنت ليه سيبت في الآخر؟ ركز معايا. أنت على الأقل معاك 3 جمل. بس هما كام جملة بالتحديد؟ مش عارفين. ممكن 3 4 5 6 7 على حسب اللي أنت عايز تكتبه هنا. يبقى عايزك تفهم مش محدد عدد الجمل ومش محدد عدد الباراجرافات ومش محدد على الكلمات، الموضوع كله بيتوقف على اللي انت عايز تكتبه. طيب رقم 11. Which is an example of cause and effect sentence؟ ايه الجمله اللي بتعبر لك عن cause وافكت يعني؟ تعال نشوف كده. بس قبل ما نحل عايز تفهم ان الباراجراف ممكن يكون فيه علاقه بالاضافه، ليه علاقه بالاضافه؟ يعني مثلا بقول لك مثلا احمد went home early and found his father كذا، and يبقى دي اضافه. طب تعال نشوف. سما يوزد تو بلاي فيديو جيمز فور اورز، سما كانت متعوده تلعب العاب الفيديو لساعات طويله. ذاتس واي هير اي سايت هاد بيكام ويكر، ولهذا السبب اصبحت عينها تعبانه. يبقى الاجابه هي رقم ايه؟ دي اللي بيحكي عن سبب ونتيجه. يعني عينها تعبانه بسبب اللعب. شي بلايد فيديو جيمز اند، يعني و، يبقى دي كده اسمها اديشن اضافه. طيب سما ستوبد بلاينج فيديو جيمز وين شي ستارتد، وسما بوت ا نيو جيم افتر كذا، دي اسمها سيك وينس اللي هو التتابع. يعني هو عمل كذا ثم كذا بعد كذا قبل كذا. دول انواع للافكار اللي في الباراجراف. طيب ترانزيشن ايه بقى؟ ايه الترانزيشن؟ جمله الترانزيشن دي عباره عن، عايزك تعرف ان كلمه الترانزيشن دي مقصود بيها
تستخدمها في الجمل. فتعريفها لازم تحفظه، اللي هو رقم ايه؟ اللي هو signal words، كلمات إشارية. That help organize paragraph using time order or listing order. يعني مثلا listing order انه يحكي لك حاجة كده and كذا before كذا وهكذا. طب امال ايه series of sentences about one main or idea or point؟ مين اللي عبارة عن سلسلة من الجمل اللي عن فكرة واحدة؟ ده تعريف الباراجراف. طب مين اللي sentences that express the main point؟ الجملة اللي بتعبر عن الأفكار الأساسية or idea of a paragraph. دي مين يا ترى؟ دي topic sentence، الجملة اللي بتعبر عن الأفكار الأساسية في باراجراف. طب reasons و examples مين دول؟ مين اللي عبارة عن أسباب وأمثلة وتفاصيل وإحصائيات ودراسات وتجارب وخبرات؟ دي اسمها supporting sentences. supporting sentences لو أنت بتسمعني من غير ما تسمع الشرح اللي كان قبل كده أكيد أنت مش فاهم أي حاجة، فلازم تسمع الشرح. The topic sentence، إيه topic sentence دي يا سيدي؟ عبارة عن إيه topic sentence دي؟ reasons و examples و other details. أنت لسه حالا قايل لي reasons و examples والناس دول اسمها supporting sentences. طب السنتنس والسيجنال وورد، ما دام فيها سيجنال وورد يبقى دي اسمها ترانزيشن. احفظ بقى المصطلح ده. طيب واي تو كونكلود، طريقه انك انت تختم، يبقى دي اسمها كونكلوجن. الجمله اللي بتعبر عن الفكره الاساسيه اللي في الموضوع دي اسمها توبيك سنتنس. وهو بيسالك على التوبيك سنتنس يبقى الاجابه رقم دي. عارف لو انت كنت مركز معايا في الجمله دي في رقم 12، لو انت ركزت معايا انا كتبت لك كلمه توبك سنتنس على الجمله اللي هي ذا سنتنس ذات اكسبريسز. هنا برضو بسالك التوبك سنتنس عباره عن ايه؟ ذا سنتنس ذات اكسبريسز، الكلام عمال يتكرر فانت لازم تحفظ. طيب ا سبورتنج ديتيل سنتنس، ايه السبورتنج ديتيل؟ هرجع شويه كده وادي كلمه سبورتنج ديتيل عباره عن ريزنس واكزامبلز وكذا. نفس الكلام هتلاقيه موجود هنا، ريزنس واكزامبلز واذر ديتيلز. وبما ان احنا بنحفظ مع بعض تعال نقول مع بعض، سيريز اباوت وان، سلسله من الباراجرافات عن فكره واحده، يبقى دي تعريف الايساي. طيب الكلمات الاشاريه دي يبقى دي اسمها ترانزيشن. طيب واي تو كونكلود يبقى دي اسمها كونكلوجن، ما دام فيها طريقه ختام الجمل يبقى ده خاتمه. تشوز ذا بيست توبيك، اختار لي افضل عنوان او افضل سطر من دول نحطه في اول الجمله الباراجراف ده. هو بيسالني بيقول لي اختار التوبيك سنتنس، وانا عارف ان انا بكتب التوبيك سنتنس وبعدين السبورتنج سنتنس وبعدين الكونكلوجن. هو سايب لي مسافه للتوبيك سنتنس كانه لا بيقول لك مين في الجمل دي ينفع نلزقها في الاول. بيقول لك البال دوجز ار جود تشويس اوف دوج فور بيبل هو ليف ان سيتيز، كلاب الصيد دي او البال دوج يعني هي عباره عن هي اختيار جيد لاولئك الذين يعيشون في المدن، ولا كل عائله يجب ان يكون عندها كلب، ولا مش كل الكلاب سعيده بالعيشه في المدينه، ولا كل فصائل الكلاب جميله وكلهم نفس الشيء. مين في دول ينفع نحطها هنا بحيث تكمل بعدها وتقول لي لبعض الخصائل الكلاب الاخرى هم لا يحتاجون كثيرا من التمارين كل يوم؟ اكيد الاجابه رقم 2. طب ليه؟ طب ليه كده؟ انت بتقول لي بقى الكلاب البال دوجز، كلاب الحراسه دي هي اختيار جيد للناس الذين يعيشون في المدن. فعلى عكس الانواع الاخرى من الكلاب، الكلاب دي مش محتاجه تمارين ومش لازم نمشيهم وبيعيشوا في الزحام، يبقى رقم ايه اللي صح؟ اقرا البراجراف ده واختار التوبك سنتنس من غير ما تقرا من التوبك سنتنس، يبقى اولانيه على طول يبقى ماليزيان spend more than million معرفش ايه لحد ما توصل النقطة التوبك سنتنس اللي هو لحد هنا كده. فعشان كده التوبك سنتنس هنا رقم spend more than لحد كلمة fruit اللي هي رقم ايه؟ دي الإجابة. طيب choose the best topic sentence، اختار لي أفضل topic sentence هنا. He always takes time to listen to the details of my complaints، دايما بياخد وقته وبيسمع مني تفاصيل شكواي. When I was in the hospital، لما أنا كنت في المستشفى، جاء لزيارتي، هو دائما يهتم بي وأنني آخذ الدواء السليم، ومعظم أصدقائي بدأوا يذهبون لزيارته. يبقى تقول لي أنا أحب أبي، مال أبوك والطبيب والكشف من ساعتها بيحكي عنه. Seeing a doctor had become very expensive، رؤية الطبيب أصبحت شيء غالي، تعالى نحطها هنا كده، رؤية الطبيب أصبحت شيء غالي، هو أصبح يبقى لأ. ليه؟ لأن هو قال لك هنا هي، معنى كده إنه ذكر للاسم هنا في الجملة. I am very happy with my doctor، أنا سعيد مع طبيب فهو دائما يهتم بي ويستمع لشكواي، يبقى تحس ان رقم سي اللي صح. لما يسالك سؤال زي ده ويقول لك اختار التوبك سنتنس، يعني مين الجمله من دول اللي حطها هنا والاقي الكلام ماشي مع بعض. طب 18 تشوز ذا سبورتنج سنتنسز لدي. واحد بيقول لك اي هاف تو لوك فور انذر جوب، لازم ادور على شغلانه على وظيفه ثانيه. المفروض يكمل كلامه ويقول لك اي ام لاكي ذات اي ستيل هاف جوب، انا محظوظ ان انا عندي وظيفه. لا طبعا ما ينفعش يقول لك انا لازم ادور على شغلانه ثانيه انا محظوظ ان عندي وظيفه، ما ينفعش. طب انا لازم ادور على وظيفه اصل انا السفر بتاعي طويل؟ اه. طب انا لازم ادور على وظيفه اصلا انا اصبح عندي
لازم ازود الدخل اوفر يبقى رقم بي ان سي. في رقم 19 بقى بيقول لك read the following paragraph، اقرأ لي البراجراف الآتي. choose the correct topic sentence. خلاص يا مستر احنا عرفنا الموضوع وحفظناه. أي باراجراف قدامي هيكون عبارة عن ثلاث عناصر. أول جملة هنسميها topic sentence، وبعدين نقطة. الجملة اللي هتبدأ بعد كده هنسميها supporting sentences، وفي الآخر خالص في جملة اسمها conclusion. ده المفروض اللي يكون قدامي. الراجل بيقول اقرأ وطلع لي topic sentence، فحضرتك هتمسك الجملة الدوائي ومش عارف إيه كده لحد ما توصل النقطة لحد هنا كده، ده اسمه التوبيك سنتنس. يبقى انت تختار رقم ايه اللي هي ذا واي بيرد فلايز لحد ما توصل دوينج اللي هي اخر الجمله، يبقى يجي لك السؤال الاتحاد. الموضوع بسيط وسهل. طيب بيقول لك تشوز ذا بيست توبيك سنتنس، اختار لنا جمله من دول نحطها في اول الباراجراف ده فتلاقي المعنى ماشي. طيب تعالى نشوف كده. موست بيبل هو ايرن ذا مينيمم سالري ار تراينج تو سبورت فاميليز وذ ات. معظم العائلات اللي بتاخد المرتبات يعني اقل قدر من المرتبات بتحاول انها تعيش على المرتبات دي. مين في دول ينفع نحطه هنا بحيث نكمل بيه؟ This economy is especially hard for small business owners. الاقتصاد ده صعب على اصحاب البيزنس الصغيرين. ما اتكلمش عن بيزنس، انا بقول لك الاسعار، الناس اللي باخدوا مرتبات قليله. It's due time to raise the minimum salary. هي دي اكيد من اولها كده. بقول لك حان الوقت ان احنا نرفع المرتبات المحدوده، لان معظم الناس اللي بيكسبوا مرتبات محدوده عايشين عليها وبينفقوا على عيالاتهم. يبقى كده رقم بي اللي صح. شوز الجمله، اختار الجمله اللي هي توبك سنتنس هنا في الموضوع ده. يبقى اكيد اول جمله من عند كده لحد ما توصل عند النقطه، يعني من بيرنتس لحد اون. يبقى الاجابه كده مين يا ترى؟ بيقول لك اختار سبورتنج سوري اختار السبورتنج سنتنس اللي تنفع التوبيك دي. يعني دي توبيك سنتنس، اختار لها سبورتنج سنتنس، يعني اختار كلام ينفع نكتبه بعد دي هنا في النص ده. بيقول لك الاباء لابد ان هم ما يسمحوش لاطفالهم ان هم يعدوا الطرق المزدحمه في لوحدهم. الكارز السيارات دايما بتكون مسرعه في هذا المكان، ولا السنه اللي فاتت اثنين من الاطفال اصيبوا بينما كانوا يعبرون الشارع؟ برضه تنفع، لان في مطاعم كثيره في المكان ده في الشارع. يبقى انت بتقول للاولياء الامور لابد ان هم ما يسمحوش لعيالهم يعدوا الشارع، لان العربيات بتمشي بسرعه والسنه اللي فاتت حصل حادثتين. يبقى اي اند بي صح. ركز السؤال ده، افهم طريقته. بقول لك اختار السبورتنج سنتنس للتوبك سنتنس دي. يعني دي توبك سنتنس المفروض نجيب بعدها سبورتنج سنتنس. انت عايز بقى تطلع السبورتنج دي. طب رقم 22، ريد ذا فورمينج باراجراف then choose the correct topic sentence. اقرا لي الباراجراف ده وبعدين اختار الكوريكت توبيك سنتنس. يعني ده باراجراف اقراه وفين التوبيك سنتنس؟ التوبيك سنتنس مستر من عند هيفي لحد ما نوصل النقطه. يبقى هيفي رين ستوبس ميني اوف اور اكتيفيتيز. هيفي رين اولسو بريفنتس، اللي هي دي اكيد. هني هيفي رين ستوبس ميني اوف اور اكتيفيتيز، دي كده التوبيك سنتنس. ده معناها ان كل اللي بعدها هيكون سبورتنج سنتنسز واخر واحد هيبقى كونكلوجن. 23، choose the supporting sentences for الجملة دي عبارة عن topic sentence. حلو، مين ينفع نكتبه هنا كsupporting بقى؟ عن ترجمة. معظم الطلاب يحتاجوا ان هم يتعلموا طرق جيدة في المذاكرة. احيانا الغش الواجب بيكون طريقة جيدة ومساعدة؟ اكيد لا. بقول لك في الجملة معظم الاطفال او الطلاب محتاجين يتعلموا طرق كويسة في المذاكرة. studying instead of ان المذاكرة بدلا من النوم لا تساعد كثيرا في الحصول على درجه في الامتحان، صح. طب ميكينج فريندز، تكوين الصداقات، الراجل بيتكلم عن مذاكره مش عن تكوين الصداقات. الكثير من هاي بينج جوبس، الكثير من الوظائف اللي بتدفع فلوس حلوه كويسه، برضه ما بتتكلمش على وظائف. يبقى الاجابه رقم بي. ولو انت حطيت ورا بعضهم كده هتلاقي المعنى ماشي. بص، معظم الطلاب محتاجين يعرفوا او يتعلموا طرق كويسه في المذاكره. لازم يفهموا ان المذاكره بدل من النوم عمرها ما تنفع، لازم تنام وتذاكر. طيب الجمله اللي بعد كده او السؤال الاسئله بعد كده على البيبر رايتنج اللي هو الايساي. يعني اول سؤال بيقول لك ان اي اس، المقال ده عباره عن ايه يا عم؟ عن سلسله من الباراجرافات، والباراجراف عباره عن سلسله من الجمل. طيب المهم سيريز اوف سنتنسز، سلسله من الجمل عن وان مين توبيك. دي تعريف مين؟ قول معايا كده، سلسله من الجمل اللي عن موضوع واحد. دي اكيد تعريف ما هو جمله وجمله 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 عملوا باراجراف. طب باراجراف وباراجراف وباراجراف عملوا اي ساي. طب سيريز اوف باراجرافز، اوعى تستعجل، سلسله من الباراجرافات اللي عن وان مين ايديا، يبقى ده تعريف الاي ساي. وانا ليه بقول لك ما تستعجلش؟ ما هو سلسله من البرنامجات وخلاص. ممكن يقول لك اباوت ميني ايدياز، لا هو فكره واحده. يتكلم عن التكنولوجيا، يتكلم عن الحياه، عن العلوم. ذا سنتنس ذات اكسبريسز، الجمله اللي بتعبر الفكره الاساسيه، اسمها ايه يا مستر بي؟ اسمها توبيك سنتنس. طب الاكسلنت واي تو جيت ا لوت اوف انفورميشن داون، طريقه كويسه انك تكتب بيها حاجات على ورق مالهاش علاقه بالموضوع ده. طيب هاو ميني باراجرافز شود يو هاف ان يور اساي، كام باراجراف لازم يكونوا في المقال؟ الطبيعي ان انت في باراجرافات بيكون عندك اول واحد باراجراف بيكون انترودكشن، وبعدين باراجرافات بودي، وبعدين على في الاخر خالص كونكلوجن. لازم يكون عندك الثلاث عناصر دول. تعال نشوف هو كاتب ايه. تو باراجرافز ار انف، باراجرافين كفايه؟ لا، لازم يكون على الاقل ثلاثه.
at least 4 paragraphs، على الأقل 4 paragraphs تنفع دي. Paragraphs تنفع دي. It doesn't matter يبقى رقم دي. طب أنت ليه بتقولي دي تنفع ودي تنفع؟ لأنه كان ممكن يقول لك 2 paragraphs وبعدين 1 paragraph، فأنت لازم تشوف اللي تنفع وبعدين تقارن بين الأفضليين. أنت عارف إن عدد الباراجراف في المقال مش محدود، عدد الجمل في المقال مش محددة برضه. What is the first paragraph of an essay called؟ أنا قدامي مقال يا مستر عايز أقرأه. في باراجراف في الأول كده، وباراجراف بعده، وباراجراف بعده، وباراجراف بعده. الأولاني ده اسمه إيه؟ أنت أكيد عارف الأولاني ده اسمه زي ما اتفقنا قبل كده، اسمه introduction. الناس دول اسمهم بودي. طب أنت إشمعنى حددت الاثنين؟ ما هو الأخير عبارة عن conclusion، اللي في النص سواء 6 7 8 10 اسمهم بودي. المهم الـ first paragraph، الباراجراف الأول اسمه إيه؟ اسمه introduction. طيب what is the last paragraph؟ آخر باراجراف اسمه conclusion، يبقى ده conclusion. الموضوع سهل يا جماعة، الرايتنج ده من أسهل ما يكون والحاجات المضمونة في الامتحان. طيب بعد كده بيقول لك what are the middle paragraphs؟ الـ middle paragraphs اللي هم الناس دي والناس دي اسمهم إيه دول؟ اسمهم body. يبقى أنت كده تختار body paragraphs. وما تنساش، أوعى تنسى إن الـ body ممكن نسميه bulk. ما هو body و bulk يعني جسم الموضوع. طيب بعد كده رقم 6 في الأسئلة الثانية بيقول لك يا عم how do you separate paragraphs؟ ازاي تفصل الباراجرافات؟ السؤال ده محتاج افهمه لك. انا دلوقتي كتبت ادي باراجراف، ادي ده مقال حلو، ده العنوان في الاول، وبعدين جينا كتبنا اول باراجراف، ده باراجراف الاولاني مثلا كده، والباراجراف الثاني بدا هنا كده، الباراجراف الثالث بدا هنا، والباراجراف الرابع مثلا كده. هسالك سؤال، هو انت ايه اللي عرفك ان ده باراجراف وده باراجراف وده باراجراف وده باراجراف؟ عشان في اول كل باراجراف في حته صغيره، الحته الصغيره دي اسمها اندنت. اندنت يعني بادئه او مسافه بادئه. فعشان كده بقول لك ازاي تفصل الباراجرافات، عشان عن طريق البادئه دي. طيب بعد كده رقم 7 زي انتروداكتوري باراجراف هاف 3 بارتس، اي الباراجراف المقدمه بيكون فيه 3 اجزاء. ايه من دول نوت بارت اوف ذا انتروداكتوري باراجراف؟ ايه من دول مش من عناصر الباراجراف المقدمه؟ السيسز طبيعي تكون فيه، الدايركت كوت طيب مش عارفينها لسه لحد دلوقتي، اللي بيكون معاك اقتباس، الباك جراوند الخلفيه، الهوك اللي هو جزء جمله الجذب او جذب انتباه الاخرين من نفسك كده من غير ما تفكر، اكيد الباك جراوند اللي هي الخلفيه. طب ليه بقى الخلفيه ما تنفعش نحطها في الانترودكشن؟ لاسباب، منها قولا واحدا، لانك عشان تحكي لي عن الخلفيه فانت هتديني تفاصيل، واحنا عارفين ما ينفعش نكتب في الباراجراف المقدمه اي تفاصيل. طيب حلو، what is the main idea، الفكره الاساسيه of an essay، ركز لي كده عشان انت ما تتلخبطش. لو قال لك المين idea of essay، فانت هتقول له هنا دي اسمها thesis. طب لو قال لك المين idea of the paragraph، دي اسمها topic sentence. الايسي اسمها thesis، طب الباراجراف اسمها topic sentence. السؤال بيسالك بيقول لك what is the main idea essay called، اللي في الايسي اسمها ايه يا عم؟ اسمها thesis. يبقى انا هختار thesis دي. What are the parts of paragraph؟ ايه عناصر الباراجراف؟ اي باراجراف في الدنيا بيبدا بtopic sentence وبعدين supporting sentences وبعدين conclusion. طب topic sentence و background sentences و thesis ولا؟ نكمل الحاجة التانية. طبعا الأولانية دي اللي هي topic sentence و background sentence و thesis، التلاتة دول ما ينفعوش. ليه؟ أي باراجراف يا شباب بيكون في topic sentence، تمام؟ ال background دي بتكون في introduction، thesis بتكون في introduction. طيب hook background sentences و thesis ولا topic sentence اسمع و supporting sentences و closing sentences اللي هي conclusion؟ هي دي زي ما كتبت لك هنا. طب رقم 10 تو نوت از تو رايت انذر رايترز ووردز. بص يا سيدي قبل ما نحل السؤال ده، انت عندك في عمليتين عايز تعرفهم، في عمليه اسمها بارا فريزنج وعمليه اسمها ساما رايزنج. العمليتين دول اعرف ان كلمه سامر بس. طب بارا فريز يعني يعيد صياغه، يعني ايه صياغه؟ انك تكتب نفس الكلام بس باسلوبك. طب التلخيص انك انت معاك صفحتين اتنين تلخصهم في نص صفحه. هنا بقى بقول لك انك تكتب كلام واحد تاني او افكاره بكلماتك واسلوبك، باسلوبك يبقى عادة صياغه اسمها بارافريزنج. طيب بقول لك لما تعتقد ان الكلمات اللي الكاتب الثاني كاتبها تو ديفيكالت، يعني ايه تو ديفيكالت؟ يعني صعبه جدا. يو نوت زام، لما تكون انت شايف ان الكلام اللي الكاتب ده كتبه كلام صعب جدا، فانت بتعمل ايه يا ترى؟ بتعمل له بارافريز، اعاده صياغه. بعد كده 12 How would you plan to link the paragraphs to each other in an essay؟ وانت بتكتب الباراجراف، الباراجرافات في مقال، يعني كتبنا مقال باراجراف باراجراف باراجراف، ازاي نربطهم ببعض؟
I write a lot of ideas in each paragraph. أكتب جمل كتيرة في كل paragraph. ولا by making sure that each paragraph links to the introduction. إن أتأكد إن كل اللي أنا قلت في المقدمة. ولا إن أنا أقول by stating different key points in each. إن أنا أكتب أفكار مختلفة في كل paragraph. طبعا دي مرفوضة تماما لأن paragraph بيكون فكرة واحدة. By making sure that each paragraph links to the conclusion. إن أتأكد إن الباراجراف ده مربوط بالخاتمة. بص يا سيدي، تعالى ما أفهمك الحتة دي عمليا كده. دلوقتي أنا كتبت مقدمة، حلو؟ وبعدين باراجرافات كتير بعدها. أنا عايز أخلي الكلام كله مربوط ببعض. فالطبيعي إنك بتكتب مقدمة، في المقدمة بتقول لنا هكتب سأتحدث عن كذا. عن خمس عن تلات حاجات. هنا بتكلم عن الحاجة الأولانية أنت قلتها، وهنا التانية، وهنا التالتة. فلازم الحاجة دي يبقى مربوطة بالمقدمة زي ما أنت قلت لي. وهنا تبقى مربوطة بالمقدمة زي ما أنت قلت لي، فمعنى كده إنك أنت by making sure that each paragraph links to the introduction. هتأكد ان كل paragraph مربوط بالintroduction. طيب رقم 13 يقولك what is the most effective way، يعني افضل او اكتر طريقة مؤثرة، اكتر طريقة مؤثرة of trying to use a linking words. افضل طريقة ممكن تستخدمها في كتابة linking words، هي الكلمات اللي بنربط بين الجمل وبعضها باستخدامها. قبل ما نحل عايزك تفهم انك لازم تعرف كلمات كتير وتستخدم افضلهم. رقم 2 ما ينفعش نستخدم روابط كتير في الجمله. ما ينفعش تكتب لي كل، تكتب لي مثلا 25 جمله بين كل جمله والثانيه رابط، انت كده بتهزر. ما ينفعش حتى في العربي، ما ينفعش عادي تقول لي ولكن وكده، ما ينفعش. تعال نشوف كده الجمل. overusing انك تفرط في استخدام الترانزيشن ووردز الكلمات المفتاحيه، لا ما ينفعش. انك تستخدم الكلمات transition words and expression between each sentence بين كل جمله والثانيه، قلنا برضو ده ما ينفعش لان دي هي دي استخدام مفرط، يعني تستخدم كل جمله والثانيه. انك تتعلم قليل من الكلمات والجمل، انك تتعلم قليل، لا لازم تتعلم كثير. يبقى الاجابه رقم دي، انك تتعلم كثيرا من transition words والفريدز عشان تبقى تستخدم منهم ما يناسب او افضلهم. which one of these points do you include in the introduction، مين في دول بيكون موجود؟ introduce topic areas in one or two sentences ولا final results ولا evidence ولا moral. بص معايا، moral يعني قيمة أخلاقية، دي مكانها في الconclusion، يعني بعد ما نكتب الموضوع كله تيجي في الخاتمة وتروح قايل لي جملة كده معناها إن الجريمة مثلا لا تفيد، فكل اللي فات ده لخصناه في كلمتين. evidence اللي هو الدليل، لو عايز تكتب دليل فده حضرتك بيكون في البودي لأنك بتشرح لي في البودي. طب final results النتائج النهائية ده بيكون في الconclusion. إذا الإجابة رقم إيه من دول لازم تكتبه في الانترودكشن؟ انك انت تقدم للمناطق للاشياء اللي انت هتحكي عنها. اري هنا معناها المجال. which one of these points is included in the body، ايه من دول بيكون في البودي؟ final results حضرتك زي ما قلنا في الكونكلوجن. thesis statement ده بيكون في الانترودكشن. summary of the topic ولا topic sentence in each paragraph، طبعا summary of the topic يعني ملخص الموضوع، ده بيكون في الانترودكشن. نسيت اقول لك topic sentence in each paragraph that states the main idea، يعني topic sentence في كل paragraph. انت بتتكلم على البودي، خد بالك ركز، انت بتتكلم على البودي، يبقى رقم دي اللي صح. في كل paragraph في البودي بنكتب topic sentence وبعدين نعمل لها supporting sentences وبعدين نعمل conclusion، يبقى رقم دي. what does conclusion include؟ الconclusion هي الخاتمة. summarizing your major points ولا describing the topic ولا the positive and negative points ولا descriptive points. بص معايا، بداية النقاط الوصفية لا، ولا بنوصف الموضوع لانك انت اصلا شرحته، بتلخص اللي انت كتبته. بص عايزك تحفظ دي. في الكونكلوجن احنا بنعمل الاتي، بنعمل رقم واحد اول حاجة كده، بنعمل restating، يعني ايه restate؟ يعني كتبناه بس in different language. رقم اتنين بنعمل summarizing، بنلخص. what do you need to include in the conclusion؟ الكونكلوجن لازم نكتب فيها ايه؟ introduce new details؟ لا، ليه؟ انت قلت لي قبل كده ممنوع نكتب معلومات جديده او تفاصيل في الخاتمه، الخاتمه ما بيكونش فيها معلومات جديده. طيب ذا سيس ستيتمنت بنكتبها في الخاتمه فعلا. نيو ايديز افكار جديده؟ لا، ريستيتنج ذا سيس ستيتمنت اه ديت. يبقى ناخد مين في الاثنين بقى يا ترى؟ هو انت بتكتب السيس نفسها ولا بتعمل ريستيت؟ انت لسه حالا كاتب لي هنا ريستيتنج، يبقى الاجابه الصح هنا هي رقم دي، ريستيتنج ذا سيس ستيتمنت. يعني ايه ريستيتنج؟ يعني انت مثلا تيجي في الجمله الاولانيه تقول لي التكنولوجيا هي سبيل التقدم، التكنولوجيا سبيل التقدم، ده قلتها كده في المقدمه. تيجي في الخاتمه تقول بقى تلعب التكنولوجيا دورا هاما في تحقيق التقدم، نفس المعنى ولكن لغه مختلفه. طب 18 the first sentence of your introductory paragraph is called
المقدمة أو في الباراجراف المقدمة بنسميها إيه يا ترى؟ أول جملة في الباراجراف اللي إحنا بنكتبه في المقدمة. اتكلمنا قبل كده قلنا لما نيجي نعمل مقدمة يا شباب فإحنا لازم في جملة كده نكتبها اسمها attention grabber. إيه attention grabber دي؟ الجملة اللي بتجذب انتباه الناس. على سبيل المثال أنا عايز أكتب عن التدخين مثلا، على سبيل المثال عايز أكتب التدخين. فالموضوع عن سموكينج، حلو؟ فأول جملة بكتبها لك أقول لك do you think that smoking can kill you؟ هل تعتقد أن التدخين ربما يقتلك؟ نقطة، smoking is harmful، الموضوع عندي هو smoking is harmful. الجملة اللي قبله كانت attention grabber. You should include notes throughout your essay. طول ما أنت بتكتب في مقالك المفروض تستخدم إيه؟ أدي ترانزيشن ووردز. في مقالك لابد أن تستخدم، بس مش كل جملة تكتب لي بينها وبين التانية ترانزيشن. The first sentence of the conclusion. الجملة الأولى اللي في الكونكلوجن should include a quote, restate the thesis اللي هي دي، ولا summarize the body paragraphs، تلخص summarize the body إنها تلخص ال ولا grab your readers. طبعا دي ما تنفعش ودي ما تنفعش، انا هشك في الاثنين دول. يا ترى الجمله الاولى اللي في الكونكلوجن لازم تعمل فيها ايه؟ تعمل ريستيت لسيسز، يعني تذكر السيسز اللي هو الموضوع الاساسي نذكره مره ثانيه، ولا بتلخص البودي باراجرافس. لاحظ كده انت بتقول ايه؟ ذا فيرست سنتنس، يعني هي جمله واحده، اذا دي ما تنفعش لان السمرايزنج انت بتكتب في اكتر من جمله، يبقى الاجابه رقم سي اللي صح. اعمل زي دايما كده، شيل اللي ما ينفعش وعلم على الجملتين اللي ينفعوا، وبعدين شوف مين فيهم الادق. طيب يور اتنشن جرابر شود، الاتنشن جرابر ديت المفروض ستيت يور ثيسز ولا ميك ذا ريدر بيكم انفولفد؟ من غير ما نكمل هي دي بتجعل القارئ اكثر اندماجا في الموضوع. طيب ذا ثيسز ستيتمنت ريبريزنتس ذا مين ايديا اوف، الثيسز ستيتمنت بتمثل الفكره الاساسيه اللي فين؟ في الفيرست باراجراف، الباراجراف الاولاني، ولا البودي، ولا الكونكلوجن، ولا لكن المقال. السيسز هي فكرة المقال، دي السيسز. أمال إيه التوبك سنتنس؟ دي فكرة الباراجرافات. When what term is used to describe a how to essay؟ دي بقى فكرة من الحاجات اللي أنت لازم تحفظها. How to يعني اكسبوزيتوري، عايزك تفهم مين دول أصلا لو أنت ما كنتش سمعت فيديو الشرح، فمعلش اسمعه تاني برضه. عندك المقالات عبارة عن أو أنواع المقال، يعني في مقال بيرسويسيف إقناعي اللي هو القارئ أو الكاتب بيحاول يقنعك بفكرة معينة، يعني هو عنده فكرة وعايز يقنعك بيها، بيستخدم الأسلوب ده. ديسكريبتيف اللي هو الوصفي، بيوصف لك حاجة معينة من كتر الوصف اللي هو بيستخدمه أنت تحس إن أنت عايش الموضوع، يعني يوصف لك أمه مثلا وكانت طيبة وبتعمل له في الإفطار والغداء والعشاء، فأنت تحس إن أنت عايش معاه. طيب الناريتيف ده اللي بيحكي لك فيه قصة ستوري. طيب الإكسبوزيتوري ده بيحكي لك هاو تو دو سمثينج، كيف تفعل شيئا. يبقى لما تلاقي هاو تو اعرف ان هي اكسبوزيتور على طول. 24 A useful technique for persuasive writing is الكتابه البرسويسيف. يعني ايه برسويسيف؟ الاقناعيه، انك تقنعني. افضل حاجه تعملها عشان تقنعني تعمل ايه؟ اول واحد بقول لك element of surprise، انك تستخدم اسلوب الدهشه، ولا poor writing تكتب كتابه تعبانه فقيره، creativity الابداع، ولا ايموشنال ابيلز اللي هو البعد العاطفي. لو انت عايز تقنعني فلازم تلعب على عاطفتي، يبقى رقم دي اللي صح. الكلام ده ممكن ما تكونش قلناه في الفيديو فلازم تحفظ دي، يبقى الجمله دي كده تكتب لي عليها حفظ. ايه الفكره اللي فيها؟ ان انت من طرق الكتابه الاقناعيه حاجه اسمها الايموشنال ابيل اللي هو البعد العاطفي. انا عايز اقنعك انك تستخدم عربيه معينه، فاقول لك بص انت رايح مكان معين، فالعربيه دي ممكن تنجز معاك في لحظه، فبدل ما تفضل ماشي طول النهار في ثانيه تلاقي نفسك وصلت. انا بلعب كده على وترك العاطفي، فانت يعني تبدا تشتغل بالموضوع ده. is some sort of story، نوع من انواع القصه. لسه احنا كاتبين الموضوع ده اهو، الناريتيف عباره عن ستوري، يبقى انا عايز الناريتيف. طيب رايتنج اكسبلين ثينجز، يعني اكسبلين ثينجز يعني بيشرح لك الاشياء، يبقى اكيد كيف ان يبقى دي اكسبوزيتوري. امال الديسكريبتيف بيوصف مش بيشرح. طب الناريتيف بيحكي قصه، ناريتس يعني بيرسويسيف بيقنع، لكن اللي بيشرح لك الاشياء اسمه اكسبوزيتوري. Writing is intended to influence others، انك يعني تؤثر على الاخرين، يعني تقنع الاخرين. بعدما تقنع الاخرين يبقى دي اكيد persuasive اللي هي الكتابه الاقناعيه. طيب بعد كده the purpose of novel essay is to use vivid details، انك تستخدم تفاصيل حيه. خد بالك تفاصيل حيه، انك تعطي القارئ صوره ذهنيه لشخص ما او مكان ما او حدث ما او شيء ما. وبقى تفاصيل حيه، يقول لك بص هو كان بيصحى الصبح الساعه 8 وبعدين بيغسل وشه بالطريقه الفلانيه وبعدين بيتناول طعام الافطار اللي هو بيكون مكون من كذا، فانت عمال توصف لي، يبقى ديسكريبتيف. الاسئله بتاعت انواع المقال دي رخمه، اللي هي ديسكريبتيف وبرسويسيف، فانت لازم تركز فيها انها تكرر زي ما هي.
which is not characteristic of good essay. المقال الجيد له خصائص. دول هم خصائص المقال الجيد ما عدا واحدة. Formal style أسلوب الأسلوب الرسمي. Brevity اللي هي اختصار. Personal touch التاتش اللمسة بتاعتك. Fakeness اللي هو إنك تخلي حاجة فيك التزوير يعني. طبعا دي أكيد مش منهم. طيب which of these should be avoided؟ لازم نتجنبه لما نيجي نكتب مقال جيد. الفورمال ووردز لازم نكتب كلام رسمي، ما ينفعش تقول ازيك واخبارك وعامل ايه. سلانج اللي هي اللغه العاميه اكيد لازم نتجنبها. يبقى عايز تفهم في كتابه الباراجراف والمقال واي حاجه تكتبها في حياتك لازم تتجنب العاميه. which of these is not type of essay؟ دول كلهم انواع مقالات ما عدا واحد. عدى علينا الناريتيف وقلنا بيحكي قصه، والديسكريبتيف وقلنا بيوصف، والارجيومنتاتيف اللي هو بيحكي لي مقارنه بين حاجتين، لكن ما فيش حاجه اسمها مقال شخصي. which of these essays tells a story؟ مين بيحكي قصة؟ قلنا الناريتيف اللي هو الروائي. لو انت فاكر لما كنت بتدرس قصة كان بيقول لك هو the narrator of the story، مين راوي القصة؟ 33 must be avoided in the summary، لازم نتجنبها في الملخص. واحنا بنلخص لازم نتجنب ايه يا ترى؟ تعال نشوف. facts اللي هي الحقائق، ولا ideas الافكار، ولا repetition التكرار. لا، وانت بتكتب لي حاجه معينه عايز تلخص فكره معينه، يعني معنى كده ان انت قدامك 10 جمل عايز تخليهم 4 جمل، فالحاجه اللي انت تتجنبها اكيد التكرار. ما ينفعش هم 10 هنخليهم 4 فتكرر لي، يعني ما كتبتش حاجه. It's recommended that you write the A paragraph last. الحته دي مهمه ومتلخبط، ركز معايا. انت عندك الانترودكشن طبيعي، وعندك البودي وعندك الكونكلوجن. حلو، طبيعه الحال انا كقارئ لما امسك باراجراف عشان اقراه بيظهر قدامي الاول انتروداكشن وبعدين بودي وبعدين كونكلوجن. ده طبيعي لما اجي اقرا كقارئ. حلو، قال لك انت ككاتب بقى وانت بتكتب او يفضل انك تكتب البودي الاول وبعدين الكونكلوجن رقم 2 وبعدين تكتب الانتروداكشن رقم 3. طب ليه؟ بص يا سيدي، نفترض انك انت قلت انا هتكلم، انت بتكتب في الانتروداكشن دلوقتي وقلت لي انك هتكلم عن 3 افكار. حلو، ده معناها ان الباراجراف ده الفكره الاولانيه، وده الفكره الثانيه، وده الفكره الثالثه، وبعدين في الاخر خالص نكتب باراجراف الكونكلوجن. افرض انت كتبت 3 افكار وقلت لنفسك طب ما انا ممكن اضيف كمان فكره رابعه كويسه، فضفت الفكره الرابعه بس انت ما قلتهاش فين؟ في المقدمه. فقال لك انت تكتب دول الاول بحيث لو ضفت فكره 2 3 4 يبقى انت عارف انت ضفت ايه، فتبقى تذكرها في المقدمه. فعشان كده قال لك يفضل ان احنا نكتب مين الاخر؟ الانترودكشن، المقدمه. بس افهم القارئ بيظهر قدامه دول انترودكشن وبودي وكونكلوجن، لكن الكاتب بيكتب بالترتيب ويسيب الانترودكشن للاخر. What is the first thing you should do when needing to write an essay؟ انا راجل عايز اكتب مقال، ايه اول حاجه بفكر فيها؟ انك توعد انك تكتب، طبعا هبل، choose a topic، لازم تختار موضوع. انا هكتب عن ايه؟ انا همسك القلم واكتب عن ايه يا ترى؟ فلازم يكون عندك موضوع. You should first write the A of your essay، لازم تكتب اول حاجه ايه في المقال؟ المورال، القيمه الاخلاقيه، ولا السنتنس، الجمله، ولا بودي، ولا كونكلوجن. قال لك لازم تكتب البودي الاول زي ما اتفقنا، وعامل لك رقم واحد عليه اهو، يبقى البودي رقم واحد. طيب بعد كده ان اي سي، المقال عباره عن تايب اوف رايتنج ذات هاز تو ميني باراجرافز، نوع من انواع الكتابه اللي بيكون فيها باراجرافات كتير. سونج، اغنيه، مش اغنيه هو. طب بويم، قصيده، لا مش قصيده هو. تايب اوف رايتنج ذات ريكوايرز ريسيرش، نوع من انواع الكتابه الذي يتطلب بحثا، اكيد هو ده. طب يا مستر ما انا كنت شاكك في رقم ايه برضه؟ ما احنا انا برضه هشك معاك في رقم ايه ورقم دي، بس انت بالمنطق نعرف المقال بانه نوع من انواع الكتابه التي لابد ان نكتب فيها باراجرافات كتيره. ما انا قلت لك ممكن يبقوا ثلاثه بس، يبقى الاجابه رقم دي. زي انتروداكتوري باراجراف، الباراجراف المقدمه بتاع المقال بيتطلب والمين ايديا ديتيلز. خد بالك الانتروداكتوري باراجراف، والسؤال ده مهم ومخادع. انتروداكتوري باراجراف ينفع تكتب تفاصيل في المقدمه؟ لا. السبورتنج ديتيلز ما نكتبهاش في المقدمه حضرتك. الرقم سي، the reasons for the essay the topic and thesis، رقم سي اللي صح. بس تعال اقنعك ليه. هو احنا بنكتب في الانترودكتوري باراجراف، الباراجراف المقدمه اللي هو المقدمه يعني، رقم ايه احنا قلنا عليها غلط؟ لانه هنا قال لك انت بتكتب المين ايديا ديتيلز، بنكتب تفاصيل، ما ينفعش. طب السبورتنج ديتيلز، ما بنكتبش سبورتنج ديتيلز، وبالتالي دي اي اند بي باظت، ودي ما ينفعش عشان فيها التفاصيل، يبقى معاك الاجابه رقم سي. طيب بعد كده رقم 39، after you write the main idea، بعد ما تكتب الفكره الاساسيه يا عم بتاعت الباراجراف، include the thesis to remind the reader، make sure the supporting details are shown through the main idea،
ولا يوز اوبينيون تو شو واي يو استخدم رايك. طبعا ده نرفضها تماما انك تستخدم رايك عشان تقول لنا ليه الموضوع صح، يعني انت بتقنعنا تقول انا شايف ان ده صح عشان كذا، لا ما تجبرناش. انكلود سبورتنج ديتيلز ويز اكزامبلز اند سبيسيفيك ديتيلز. بص بقى، بعد ما تكتب المين ايديا اللي هي اسمها ايه يا عم؟ توبيك سنتنس في الباراجراف، بعد التوبيك سنتنس بتكتب سيسز؟ لا، ما هو التوبيك سنتنس مكانها سيسز. ميك شور سبورتنج ديتيلز ار شون ثرو ذا مين ايديا، يعني انك تكتب السبورتنج ديتيلز وتكون ظاهره في المين ايديا. طب ما خلاص، ما احنا مش لازم نكتبها كده. يبقى الاجابه رقم دي، انك تكتب سبورتنج ديتيلز بامثله على تفاصيل معينه لها علاقه بالتوبيك سنتنس. ما يكونش التوبيك سنتنس هنا مثلا عن ووتر شورتيج، ولكن عمال تحكي لي ان الحيوانات بتموت والناس بتموت، ما ذكرتش موضوع الووتر شورتيج، يبقى ده غلط. 40 بقى، اذا كونكلوجن وفان اي ساي شوت، الخاتمه اللي في المقال شوت ايه بقى؟ انكلود لاست مينيوت. بص دي مرفوضه تماما وتمسحها برجلك. ليه؟ لان المخاتمه ما ينفعش نكتب فيها تفاصيل، احنا اتفقنا ما تفاصيل ولا افكار جديده في الخاتمه. هاف ريستيتمنت، احنا قلنا ريستيتمنت وسمرايز، الاثنين دول لهم علاقه بالكونكلوجن اند سو ثوتس فور ذا فيوتشر، يبقى رقم بي. طيب انا عايز افهم كده في رقم 40 تاني، احنا قلنا في رقم 40 ديت الكونكلوجن المفروض يكون فيها ريستيتمنت وسمرايزنج. خلصنا كده الجزء الثاني، باقي معانا جزء صغير بس اللي هو الرايتنج ايميل. الايميل ده يعني حاجه 20 سؤال، فمعلش استحملوهم بالمره كده، انا اضطرت في الفيديو بس استحملوهم. بص يا سيدي، the word email stands for كلمه ايميل عباره عن الكترونيك ميل، هو اسمه بالاسم اسمه بالعربي بريد الكتروني، يبقى انا عايز الكترونيك اللي هي دي. فرقم 2 which could be a valid email address. بص قبل ما نحل السؤال ده عايز تفهم الفرق بين حاجتين اتنين. الاولانيه كالاتي، بص اسمعني كده الاول، لما تقول لي HTTP ما اعرفش ايه كده، ده اسمه ويب سايت، يعني موقع الكتروني. طب انا عايز اكتب لك الايميل بتاعي، فراح كاتب لك هيثم مثلا @yahoo.com، فانا بجيب لك الاسم وبعدين @ وبعدين الدومين، فالاجابه كده رقم دي. خد بالك ده موقع الكتروني غلط، لانه المفروض الموقع الالكتروني بيكون بادئ ب HTTP وكذا، فده غلط اصلا وده غلط اصلا بكل المقاييس. ده ويب سايت وده ايميل ادرس، يبقى رقم دي اللي صح. وات از دوت كوم ان ا ويب ادرس مينز، كلمه دوت كوم دي بيكون اشاره لايه في الايميل؟ تعال نشوف. كوميدي للكوميديا، كوميونيكيشن التواصل، والكوماند الامر، ولا كوميرشال تجاري؟ اكيد هي رقم دي. انا بقول ده موقع تجاري. طيب what is used to separate the two parts of an email address، ايه اللي بنستخدمه عشان نفصل الايميل ادرس الجزئين بتوعه؟ لو انت بصيت هنا معايا كده، انا قلت لك هيثم، وبعدين ما كتبت لك هيثم كتبت لك @، وبعد ما كتبت لك @ كتبت لك ياهو. حلو، اللي في النص اللي بيفصل الاثنين عن بعضهم كلمه @، هو بقى بيقول لك هنا ايه اللي بيفصل الكلام عن بعضه؟ اللي هي @ دي. طيب في ملحوظه هقول لك انا برده بموضوع @ دي، بس هنوصلها دلوقتي. is a part of an email message that contains the address of the sender، عنوان المرسل. طب استنى كده تاني، لحظه، عنوان المرسل يعني انا عايز ابعت ايميل، انا عايز ابعت ايميل لواحد صاحبي، العنوان بتاعي بيحطه في الحته اللي اسمها ايه؟ اسمها هيدر. هيدر يعني ايه؟ انت هتروح برده كده الناحيه دي، معلش كده، انا عايز اكتب ايميل لحد، فبكتب هنا تو وبعدين فروم، اكيد انت عارف الكلام ده واكيد سمعت الفيديو اللي شرحت فيه القصه دي. سبجكت، وبعدين بكتب هنا دير فلان، وانزل كتاب. ركز معايا، الحته دي اسمها هيدر، اللي هي الراس بتاعت الموضوع. الحته دي كده اسمها بودي، وفي الاخر هنا في جمله كونكلوجن. طيب انا في الجمله بقى بقول لك هنا، وبرده قبل ما نبدا نكتب، برده قبل ما نشرح خليك معايا شويه، انا بكتب تو سام مثلا at student.com. اللي انا كتبته ده على بعضه كده اسمه ايميل ادرس، اسمه ايميل ادرس. طيب سام ده النيم الاسم، وستودنت ات ستودنت دوت كوم دي اسمها دومين، بنفصلهم عن بعضهم بكلمه ات، يبقى ات بتكون بين الدومين وبين النيم. طيب عايزك تفهم انك لما تيجي تبعت ايميل لحد بتكتب الايميل مش بتكتب الاسم بس. طيب تعال نشوف الجمله كده الاولانيه اللي كانت هنحل فيها دلوقتي. You can send a note with an email، باستخدام الايميل ممكن نبعت اتاتشمنت مرفق. انا باعت لك ايميل وباعت لك معاه صورتي، الاس ام اس دي بالتليفون، الليتر الخطاب ده بالبريد، الانفلوب اللي هو ظرف الجواب برده بالبريد. The first part of before the a is called، يعني انا كتبت لك هاني، ركز في الكلام ده كويس عشان هو محتاج فهم، at yahoo.com. قلت لك ياهو دوت كوم دي اسمها دومين،
طب هاني ده الناون او الاسم، سوري الاسم اللي هو النيم يعني. طب تعالى نشوف بقى في الجمله، بيقول لك الات، الكلمه اللي قبل الات اسم، دي اسمها ايه؟ اسمها النيم او اليوزر نيم زي ما بنسميها، اسمها يوزر نيم. يبقى ده اسمه يوزر نيم وده دومين. The second part of your email address after a، اللي بعد ال a اسمها domain، يبقى domain name. To sign your account you will need your username and your، عشان تدخل على حسابك، انا عايز افتح صفحتي على فيسبوك لازم اكتب اليوزر نيم واكتب الباسورد. هو بيقول لك بقى you need your username and your password اللي هي دي. Inbox is where you can find email. الانبوكس اللي هو مين؟ بتلاقي واحد بقى، واحد بعت لك بيقول لك انا بعت لك رساله، بص يبقى الريسيفد مسجز او الريسيفد ميل هو البريد اللي انا استلمته. طيب هنا الايميل مسج، في الرساله بتاعت الايميل. الاي لاين از وير يو تايب ذا ايميل ادريس اوف ذا ريسيبنت. انا بكتب تو، بكتب تو وفروم. فروم يعني من، تو يعني الى، المتلقي يعني، يبقى عند تو، يبقى نختار له تو. الاتاتشمنت كان بي، الاتاتشمنت ممكن يبقى في صوره وممكن يبقى مستند مجوهرات، لا يبقى ايه عند بي. يعني عايز ابعت واحد ايميل، ابعت له صوره او ابعت له ملف وورد او بي دي اف، لكن ما ينفعش ابعت له ذهب. طيب يو شود نيفر، اوعى عمرك تعمل ايه؟ رايت ان بولايت سينجز، تكتب كلام مش مؤدب. اتاتش ان نيسيسري فايلز، تبعت ملفات ملهاش لازمه. انت بعت لي رساله لمدير الشركه، ليه تبعت لي صوت الكلب بتاعك؟ يبقى ده برضه تنفع. اسك اور جيف، انك تسال او تعطي معلومات شخصيه. يبقى اي بي سي يبقى كلهم. ا جود رول تو فولو از، في قوانين كويسه ممكن تتبعها وانت تكتب الايميل، منها ري ري ريسنت انك تقراها قبل ما تبعتها، تكتب الاشياء اللي ليها معنى، يوز سبيل تشيك انك تستخدم فاحص السبيلنج عشان ما تكتبش كلام غلط، يبقى كل ده صح. يو شود تشيك يور انبوكس، لازم تفحص الانبوكس بتاعتك افري سنجل مينيت اوف ذا داي. سنجل مينيت يعني كل دقيقه في اليوم. وين يو ار تولد تو دو، لما حد يطلب منك تعمل كده. ولا اوفن، غالبا يعني. ولا وين ذا ميل بوكس از فول، تصبر لحد ما يتملي. الطبيعي انك تفحصه غالبا يعني مره كل يومين. طبعا ده سؤال ما ينفعش يجي امتحان. بيفور يو سند ان ايميل، قبل ما تبعت ايميل، ميك شور يو هاف ذا كوركت ايميل ادرس، اتاكد ان معاك الايميل الصح، واقرا الايميل وصحح الاخطاء اللي فيه، وتاكد ان الرسائل دي سوف لا تجعل الشخص يشعر ان هو زعلان، يبقى كلهم صح. 17 يور كلوزنج اوف ان ايميل، اللي انت بتكتب في ختام الايميل، الايميل اللي انت بعدته بكلمه دير سير او دير سير اور دير مدام، تو هو مي كونسير، او انت كاتب لمن يهمه الامر. يبقى الايميل ده رسمي ولا غير رسمي؟ لا كده رسمي. عشان تختمه بقى تكتب له تكر، خد بالك من نفسك، ولا باي ولا هاي ولا واحده من دول. انت مش باعت ايميل لواحد صاحبك، انت باعت ايميل لحد مدير. يعني ايميلك هنا اللي انت باعته ده فورمال. طب انت ايه عرفك انه فورمال يا مستر؟ ما هو يا عم هو قال لك هنا في الجمله إن لما تبدأ في دير سير سيدي، هتبعت واحد صاحبك تقول له سيدي؟ لا أكيد طبعًا. أو إنك تكتب له تو هوم إت مي كونسيرن، إلى من يهمه الأمر. لا إلى من يهمه الأمر يبقى دائما رسمي. في ختام الإيميل الرسمي بنكتب يورز فيسفولي أو يورز سنسرلي. إن أن انفورمال إيميل، في الإيميل الإنفورمال اللي هو لواحد صاحبك الغير رسمي، يو كود رايت، ممكن تكتب يس أي هاف جوت يور مسج، نعم تلقيت رسالتك. أي هاف ريسيفد يور إيميل أباوت. No abbreviations, all above. بص لما تيجي تكتب الانفورمال، يعني انفورمال اللي هو الايميل اللي انا بعته لحد مهم، بكتب له yes I have got your message، تنفع. طب ليه ما نقولش I have received your email about، لان دي مش جملة كاملة اصلا، يعني انا تلقيت ايميلك عن، طب ايه ما هو ما كملتش. No abbreviation، لا وانا بكتب الايميل لصاحب، واحد صاحبي ممكن اكتب له WA مثلا، واتساب مثلا، فعاد. 19 If you don't know the person's name، انت مش فاهم او مش عارف اسم الشخص اللي انت بعت له الايميل، انا بعت ايميل لواحد وانا مش عارف هو اسمه ايه، اكتب يا ترى، يا ترى يو انت، ما ينفعش نقول لحد انت، دير سير سيدي ولا دير مدام ولا دير سير اند مدام. بص معايا، يو دي ما تنفعش، دير سير تنفع ودير مدام تنفع، يبقى دير سير اند مدام الاثنين ينفعوا. If you close your email with your sincerely، لو انت بتختم الايميل بتاعك كاتب لي فيه your sincerely، يبقى ده كده يا عمي من نفسك عرفت ان هو ايميل فورمال. يبقى ده معناه انك انت فتحت الايميل ده بكلمه دير مستر ولا دير مام، مام لا، ولا دير رانيا، ازيك يا رانيا، ولا هاي جايز، ازيك يا عيال، دير مستر. طيب تو جيف اوبشنز، انك تدي اختيارات، ويتش لينكينج وورد شود يو يوز ان ذس سنتنس، ايه اللي ممكن تستخدمه هنا في الجمله ديت، اختار لي كلمه.
I like watching TV. بحب أسمع التلفزيون. Listening to music in my spare time. أنا بحب أسمع التلفزيون. و or else besides that ولا as well. بص معي. هو بيقول لك أنت تديني options اختيارات. اختيارات يعني بيقول لك أنا بعمل حاجة دي أو دي. يبقى الإجابة هنا مفروض ما تبقاش or else، المفروض تبقى الإجابة or. بمعنى أنا بحب أسمع التلفزيون أو أستمع للموسيقى. يبقى الإجابة or. What when you know the person well and have an informal business relationship use لما تكون انت عارف الشخص كويس وعارف في بينك وبينه علاقه. بنستخدم كلمه ايه من دول عشان ننهي الايميل دي في الفورمال، ما ينفعش نستخدمها مع واحد صاحبي. وري برضه فورمال، yours faithfully yours sincerely. Best wishes دي برضه فورمال لحضرتك، يبقى اكيد باي. وبكده خلصنا الايميل. احنا كده خلصنا يا شباب، حلينا اسئله على الترقيم الحمد لله، وخلصنا اسئله على الكتابه، وخلصنا اسئله على طبعا الكتابه كل انواعها الايميل والبراغراف وكده، وخلصنا اسئله على اجزاء الكلام، وخدنا اسئله على ضمائر الوصل. احنا بنحصر اللي احنا عملناه لحد النهارده ضمائر الوصل. الفيديوهات بتنزل في مواعيدها، اتمنى انك انت تتابعها. لو في حاجه ما خدتهاش، حاجه عدت منك، اسمعها وما تعديش حاجه. لو عندك اسئله اكتب لي في الجروب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.